اليوم حنايا مجتمعين في المقر ديال الحزب الشراكي الموحد مع تنسيقية ديال ضحايا التهجير من المدينة العتيقة، المدينة القديمة ديال الدار البيضاء. الناس اللي هما داخل السور، حنا كنا شفنا بأنه هاد المدينة القديمة في واحد هذه أكثر من 10 سنوات مضت، واحد العدد ديال الساكنة اللي كانت خارج السور، وكان البناء اللي هو ما كيحترمش المعايير، أنه تم يعني الإسكان ديالهم في جهات أخرى من 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 مدينة الدار البيضاء، وتم التعويض ديالهم ومشاو العائلات وهذا، وسكنوا في دور اللي هي لائقة. اليوم هاد المدن اللي هاد الدور اللي هي داخل السور يعني هي خاصها تصلح لبعض منها. كاين الناس اللي صالحين ديورهم، وانا مشيت زرتهم في خلال الانتخابات الاخيره، الدور واقفه مزيانه نقيه نظيفه، فيها الحمام فيها الكوزينه فيها كل شيء مجلجه مقاده. اليوم الساكنه كتفاجئ بحالنا حنا بتقريبا شي 1000 قرار ديال الهدم، او كي داير هذا الشيء، والقرارات ديال الترميم والاصلاح اللي هو الاصل يلا شي 20، ما يمكنش. الساكنه يعني كتسائل، واليوم جاوا نساء ورجال خايفين على وليداتهم من التشرد. حنا على ابواب رمضان، والحق في السكن راه حق خاص تضمنوا الدوله، الحق في السكن اللائق الا كان خصنا نصلحوه مرحبا. راه خرجت شي 93 مليار ديال الدرهم اللي خرجت باش ترمم المدينه وتصلح. هذا الظاهر ديال 2016 حنا كنتسائلوا فين مشاو هاد الفليسات، ماشي كنقولوا مشاو فشي جهه، لا خصهم يتصرفوا في الاصلاح. انا كنقول دارت خبرات واللي هي غير منصفه وغير حقيقيه، واللي طعنوا فيها الساكنه، ومن مشاو داروا خبره مضاده بينت بانه بالفعل الدور ديالهم صحيحه ولا خاصها واحد الاصلاح. ولهذا انا كنظن بانه يجب اعاده النظر في هذه القرارات المشحفه. احنا ما بغيناش نردوا الساكنه ديال مدينه الدار البيضاء، خصوصا ديال المدينه القديمه، ناس اللي هما يعني نرميوهم في هذه الظروف الصعبه ديال الغلاء، هذه الظروف الصعبه ديال العطاله، هذه الظروف الصعبه. بالعكس هاد الساكنه خصنا نمدوا ليها يد العون، اولا نصلحوا معها دويرتها بالفعل، الا كانت شي دار الى السقوط بالفعل راه هما نيت ما غاديش يخليوها واقفه وغادي يسمحوا بها. اما اليوم يجي 1000 قرار جائر، راه هاد الشيء ماشي مقبول، وتنطلبوا هاد يعني المنتخبون ما تحملوش مسؤوليتهم لانهم غير كيوقعوا، وانه كنطلبوا تدخل ديال اعلى السلطات في هذا الملف هذا، من وزاره الداخليه الى وزاره التعمير الى يعني الحكومه خصها تحمل مسؤوليتها في هذا الشيء. كيف يعقل؟ لان جميع الدول اللي كتحترم راسها، المدن العتيقه كتعطاها اهميه كبيره، راه كيكون غير شي باب قديم وكيجيبوا له الزوار وكذا، فما بالك بمدينه الدار البيضاء؟ وما ادراك ما مدينه الدار البيضاء، عندها اكثر من قرن ومحتاجه للترميم، ومحتاجه انه ذاك البناء ديالها تضاف ليه يعني جماليات، ويدار مسرح صغير، ويدار فين يلعبوا الدراري، ويدار روض الاطفال، ويدار المدرسه، ويدار المستوصف، ويدار الجريده، ويدار هذا، ويتعبد الطرق، ما يمكنش. ولهذا هاد الساكنه راه كتوجد الملف ديالها باش تكون جمعيه، اللي كتشوف بعيد باغا دير جمعيه ديال البيئه، وجمعيه ديال التربيه، وجمعيه ديال الثقافه، لانها كتشوف هاد المدينه بالفعل خصها تكون مناره، وعارفين بانه المدينه القديمه اول ما كيجي السائح كيبغي يشوف المدينه القديمه، ايوا خصو يلقى المدينه القديمه واقفه برجالها ونساها وبديورها اللي كنتمناو يزيدوا جمالا ورونقا وبركه من هاد الظلم.